اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج مؤشر مين، نتعرف من خلالها بالارقام والتحليل على اداء مؤشرات البورصه اليوم الاحد اولى جلسات الاسبوع، حيث تراجعت مؤشرات البورصه بشكل جماعي. فقد تراجع مؤشر البورصه الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبه 1.53% ليبلغ مستوى 10281 نقطه و0.6%. كما هبط مؤشر اي جي اكس 70 الاسهم الصغيره والمتوسطه بنسبه 1.17%، ونزل مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنحو 1.15%. هذا وقد تقلص راس المال السوقي لاسهم الشركات المقدره بالبورصه بنحو 6 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 568.8 مليار جنيه عقب تعاملات كليه بلغت نحو 1.4 مليار جنيه. ومشاهدينا الكرام، يسعدني ان تكون معي ضيفه اليوم لتحليل اداء مؤشرات البورصه الاستاذه دينا صبحي خبير اسواق المال. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك وعلى الساده المشاهدين. أستاذن حضرتك والسادة المشاهدين، متابعة التقرير التالي حول أداء البورصة ثم نبدأ تحليلنا لهذا الأداء عقب التقرير، تابعونا. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد بداية تداولات الأسبوع على تراجع جماعي لكافة المؤشرات، كما تراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 568.8 مليار جنيه. من الواضح جدا أن تأثير الأوضاع الجيوسياسية الغير مستقرة في المنطقة أثرت على أداء المؤشرات بالسلب. طبعا احنا كنا شايفين اول الجلسه ان كان في ارتفاع لكافه المؤشرات، ولكن كانت ارتفاعات على استحياء، ثم عودت المؤشرات، يعني مؤشر 30 ذهب للمنطقه الحمراء، وده بسبب مبيعات المؤسسات المحليه اللي بيتبعوا مبدا الحيطه والحذر. وتراجع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبه 1.53 ليغلق عند مستوى 10281 نقطه، وانخفض مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.17%، وامتدت التراجعات أيضا إلى مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.15%. النهاردة كان في بيع من قبل المؤسسات الأجنبية والمحلية، وده يمكن اللي ضغط على، شفنا انخفاض في مؤشر إي جي إكس 30 أكتر من الانخفاض في مؤشر إي جي إكس 70، يمكن كمان اللي خلى أداء إي جي إكس 70 متماسك شوية بالنسبة مقارنة بإي جي إكس 30 كان ان شفنا النهارده بعض الارتفاعات في قطاع الاقطان او الغزل والنسيج، وده نتيجه امال اعاده الهيكله لبعض القطاعات وتطوير خطوط الانتاج. ويرى بعض خبراء اسواق المال انه طالما استمر المؤشر الثلاثيني في نطاق مستويات 10000 و10800 نقطه فهو في المنطقه الامنه. اسمع حسن النيل. شاهدينا، بعد أن تابعنا التقرير نبدأ تحليلنا لأداء البورصة اليوم مع ضيفتي في الأستوديو أستاذة دينا صبحي خبيرة أسواق المال. أستاذة دينا، يعني اليوم كان بداية الجلسة خضراء ثم بعد ذلك سرعان ما تحولت إلى جلسة حمراء، بداية الأسباب وراء التراجع في الفترة التحليلية. هو احنا خلينا نقول إن هو مش تراجع قوي قد ما هو، يعني احنا كل بنتكلم فيه فرق الشراء من البيع بالنسبه للمؤسسات 60 مليون، فده مش الرقم اللي احنا نقدر نقول عليه ان هو بيع قوي اللي يرعب اي الافراد او يرعب اي حد عامه، لان ده طبيعي. لو انا حتى بعت اخر الجلسه وهرجع اشتري اخر الجلسه، فانا هعمل فرق الاسعار ديت وهعمل الفرق ده، فما اقدرش اقول ان ده بيع افراد بيع مؤسسات، بالعكس ده كان كمان فيه قوه شرائيه من الافراد هي اللي تعتبر عامله دعم للمؤشر في المنطقه دي. تمام، خلينا نتكلم عن المؤشرات تفصيلا. المؤشر الثلاثيني هو معروف مؤشر المؤسسات ومؤشر الاجانب، اسهم الاجانب يعني تحديدا، لكن لاحظ اليوم عمليه بيع في القيادات تحديدا، ثم كان برضه هناك حركه بيع من المؤسسات وعلى المفترض انها اشترت فيه دعوم وهي اللي بتحتفظ برضه. ايه الاسباب وراء العمليات البيع دي؟ هو احنا خلينا نقول ان صندوق النقد اللي احنا كنا كلنا منتظرين ان هو هيخش كمشتري، هو احنا ال 20 مليار لدعم البورصه، يعني مش معناها ان انا هدخل اشتري والاسعار عاليه، فمن مصلحه المؤسسات ان هي تكوين مراكز ماليه في الهبوط مش في الصعود. تمام. يعني احنا منتظرين في نهايه الهبوط اللي احنا فيه ان هم بيكونوا مراكز شرائيه، لكن لو احنا الناس متخيله ان احنا هنخش المؤسسات هتخش تشتري بال 20 مليار ماركت، فالسوق ده كله هيطير، وان المفروض ان السوق ده يطير،
لا هي مش بتتحسب كده، دول بيكونوا مراكز على في اوقات مختلفه، فكل ما بينزل هو بيكون بيكون فرص شراء. طبعا مش هتبان لان هو مش بيخش بالسيوله مره واحده، فطبيعي جدا ان السوق يبقى تهديات، دي هتبقى فرصه نقدر نقول تجميع، وان التهديه دي تهديه طبيعيه، لان يعني ايجيك سيرتي لسه يعتبر في نطاق هابط، هو ما قدرش يخترق ال 11200 وابتدى ينزل ويريح، هو عامل دبل بوتوم فوق، فهو ليه كده مستهدف تقريبا ال 10100. بس هي الفكره ان التجاري لوحده يعني مش الرعب، التجاري لوحده قادر يوصلنا، هو بس هو بيحصل للوزن النسبي الاكبر، هو اليوم كان هو اللي محرك السوق للهبوط، هو قادر لوحده ان هو يوصلنا للرقم ده، فاحنا مش شرط ان احنا نشوف الجلسات اللي جايه مرعبه على المؤشر ما يوصل للرقم ده. وبالذات يعني ان احنا كنا لسه يعتبر اول الاسبوع اللي فات، او يعتبر ما كملناش اسبوع هبوط عشان كميه الرعب، نقدر نقول جيك سيرتي بيصحح لسه شهري، لسه ما اخترقش القمه اللي هي 11200 الاخيره، فده طبيعي جدا ان احنا لسه في جني ارباح، بما ان الاسهم كلها لسه ما قلبتش اتجاه صاعد على مؤشر ايزيك شارت. كنا بنتكلم في ان 10700 هي اتكسرت، وكان عاده التحرك بيبقى تقريبا في حدود ال 1000 نقطه نطاق طالع نازل، الحركه العرضيه وعمليه بيع المضاربات. تمام. هل نقدر نعتبر ده تفسير ان هو ما بين 10700 و 9700 ربما تكون الحركه القادمه بعد كسر ال 10700؟ لا، اتوقع ان هو الايجيك سيرتي لسه هو بيبتدي بموجه صعبه تجميعيه. طبعا احنا ما ينفعش نقارن ايجيك سيرتي بايجيك 70، يعني ايجيك 70 طلع فلازم ايجيك سيرتي يطلع، لان ايجيك سيرتي ده بياخد تجميع شهور، لان هو محتاج عزم قوي وكميه سيوله قويه جدا، فطبيعي ان هو يتاخر يبقى ايجيك 70 سابق. لكن احنا ما دام احنا ما كسرنا اللي هي ال 10700، منتظر ان احنا نتقابل في ال 10100، هتبقى هي دعم قوي جدا، وهتبقى هي نسبه تصحيح الموجه كلها اللي طلعها من اول ال 8000. ساعتها بقى يبقى هو لو كسر 10100 انا ابتدي اقلق، لكن دلوقتي انا اقلق. بس اروح فين؟ يعني 10600 و10500 بتوقعها بعض المحللين؟ لا، هي دلوقتي 10100 وال10 دي منطقه قويه جدا. في حاله كسرها انا ابتدي اقلق من ايجيك سيرتي. وغير كده اللي بيشتري في ايجيك سيرتي هو مش عايز النهارده يشتري بكره يبقى عامل النسبه اللي هو متخيلها، مش مضارب يعني. مش مضارب، ده حد مستثمر، يعني هو قافل الشاشه وشاري وسايبها مثلا نفرض 6 شهور سنه على حسب ان هو التارجت اللي هو محتاجه. لكن مش فكره ان الاسبوع اللي فات كنا بنطلع، الاسبوع ده ريحنا يلا هوبا نطلع نجري من السوق، ده يعني تعتبر افراد اكتر ومضاربه اكتر ومفيش استقرار وهدوء، السوق مش عايز كده. بما ان حضرتك فصلتي، وده طبيعي وكان واضح وظاهر في الفتره اللي فاتت، ما بين اي جي 70 واي جي اكس 30، في حاله الانفصال دي يعني نقدر ان احنا نعتبر ان هناك تكوين، حاله تكوين مراكز شرائيه جديده او منتظر تكوين مراكز شرائيه جديده في اي جي اكس 30؟ في ايجيك سيرتي احنا ما نقدرش نقول ان هو دلوقتي كسر او رجع هبوطه، وعلى المدى المتوسط صاعد، على المدى القصير الاجل صاعد، لكن على المدى المتوسط والمدى طويل الاجل هو لسه في ارتداده. احنا دلوقتي لو نقول ان احنا ماشيين في قناه سعريه في خط في النص، هو السوق لسه مش قادر يخترق ال 10200 ال 11200، ال 11200 دي قويه جدا، لو احنا اخترقناها هنشوف ال 12500 على طول، فعشان كده دي منطقه تجميع كويسه جدا وفرصه لتكوين مراكز، فطبيعي ان السوق يبقى عرضي بهبوط شويه وصعود شوية في المنطقه دي. فده كله ايجابي. حاله الصعود مع بدايه الجلسات دي حاله اعلان تخارج سريع لادراك خسائر ام تخارج اللي يحب يتخارج ام شراء لتعديل مراكز شرائيه؟ خلينا نقول ان احنا يوميا في تي بلس زيرو. تي بلس زيرو ده بيشتري اول الجلسه بنظره متفائله، طبعا لما بيلاقي السوق بيرمي الطبيعي ان هو بيرمي، فطبيعي ان لو الجلسه ما كملتش صعود كده كده بترمي هبوط، لان في تي بلس زيرو. تمام. ماشي. غير التي بلس 1، غير ان ايجيك سيرتي لسه بيجمع مع طبعا في احداث لوجستيه وفي لسه، فكمان الافراد مش مطمنين، مش اي افراد، الافراد اللي هم بيدور على المضاربه السريعه، لكن الافراد اللي هو بينتظر تارجت لا مفيش اي حاجه. صانع السوق يعني بلغه يعني المحللين هقول يعني صانع السوق بيعمل فزاعه مثلا للمستثمرين ولا ماذا؟ هنتكلم يعني مستغل أنا الحديث عن الظروف الجيوسياسيه مثلا. انا لو انا صندوق استثمار وعايز اخش برقم زي ده اكيد انا هخش في اسعار مناسبه وهستغل كل 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 سعر تحت بان انا اكون مراكز اكبر، لكن مش انا هروح اشتري في العالي ويبقى الافراد شارين تحتي، لكن الافراد الخايفه هي اللي بتجري وتطلع تدور على الاسعار بعد كده. لكن لغايه دلوقتي طالما انا فوق ال 10000 تقريبا انا وما اكدتش تحتها انا ما عنديش اي مشكله.
المشكله لو يعني ل 30 طبعا ده كله مؤثر على كل الاسهم. هي اغلبيه الاسهم برضو بتحاول كل مره تروح تجرب على المقاومه ما بتخترقهاش وبتهبط تاني. ففي كل هبوط ده تكوين المراكز ده بيبقى حاجه طبيعيه. انا هخاف لو هلاقيت الفوليوم مثلا عالي جدا وكل يوم ما فيش مشتري مثلا بيدخل، لكن في مشتري بيدخل قدام البائع. هروح لل 30 اسهم الافراد بقى. هو ما كانش بيتاثر وكان واخد اتجاه صاعد، لكن بدأ بالفعل يظهر في حالة من حالات الارتباك، وربما عملية المضاربة أيضا انتقلت للتلاتيني. هي كانت سلوك في التلاتيني طبيعي، لكن انتقلت، كانت ظاهرة في التلاتيني لكن انتقلت إليه وأصبحت سلوك بالفعل. شايف المؤشر التلاتيني عفوا السبعيني، السبعين مختلف تماما. إيجيك سبعين مخترق مقاومات قوية جدا، داخل على مقاومة قوية جدا اللي هي كانت 1800. طبيعي ان هو عشان نقدر نقول ان هو صعد كمان على المدى قصير الاجل ومتوسط الاجل. يعني احنا محتاج ناكد الطويل المدى، وده يعني نعتبر شبه مؤكد بس احنا مستنيين ارقام. طيب انا دلوقتي المؤشر ايجيك 70 طلع من 800 نقطه ل 1600 نقطه، يعني لما ريح نسبه 38% هتسمع لي اللي هي تقريبا 1400 1397. فده طبيعي جدا. انت عندك السوق كل اسهم ايجيك 70 تقريبا اول اسبوع ده كانت عامله هايات جديده. فايه الغريب لما الاسهم تريح شويه؟ ده تبريد مؤشرات وخروج كسبان وجني ارباح، وبالعكس انا هطلع اقوى وهدخل مشتري جديد لسه عايز يكسب. فبالعكس انا شايفه ان ايجيك 70 وده ايجابي جدا. ليه؟ لان انا دلوقتي في افراد بره المجال خالص وبره البورصه، النهارده اول مره تسمع عن البورصه تقول لك ده في اسهم طالعه 100% و200%. فانا بجلب افراد جديده واستثمارات جديده. لما يجي ايجيك 30 يصعد ويبتدي يخترق هتلاقي في سيوله كبيره هتتوجه من السبعين للتلاتين. بس احنا بنقول ان احنا نقدر نتوجه للتلاتين واحنا مطمنين لما يكون هو فعلا مخترق. لكن دلوقتي وطبيعي ان السبعين يبقى سابق التلاتين، لان السبعين مش محتاج عزم وسيوله قويه علشان خاطر يطلع، لان هو اسهم تعتبر الراس مالها ضعيف مش قوي قوي، بحيث ان هي كمان متجاوبه مع الوضع الحالي اللي في مصر ومش محتاجه فتره تجميع طويله. الاستحواذات والصفقات هل هي مأخرة تدفقات سيولة ضخمة للبورصة ولا الظروف والشائعات وما إلى ذلك؟ لا احنا ما نقدرش نقول ان هي مأخرة حاجة، لان اللي بيشتري استحواذ او انا كداخل اشتري في ورقة انا مش عايز النهاردة اشوف الربح، انا بفكر قدام. يعني مصر رايحة فين؟ انت علاقة اقتصادية، يعني الاسهم دي لها مستقبل قوي، ان في اختراقات في النهاردة احتياطي، احنا الواحدين احتياطي 2 مليار مثلا زيادة في عز ما البلد كلها العالم كله بالماينس، احنا تقريبا الصين. فده كله حاجات ايجابية. انت عندك النهاردة مستثمري الاجانب برضو، لو احنا هنتكلم على فكرة ان هو بيشتري بالدولار والدولار بينزل قدام الجنيه برضو على المدى البعيد. فهو فكر استثماري، هو اللي قلقان الفرد لان هو عايز يشتري النهاردة بكرة لو ما كسبش او السوق ما طلعش الاسبوع ده لا انا لازم اطلع اجري من السوق. هو الفكر مش كده، احنا دلوقتي في مرحلة اللي بيبيع سهم بكره بيشوفوا اضعاف وبيرجع يجري وراه. خلاص يبقى احنا كده خلينا نتكلم مع عن المستثمرين الافراد. يبقى انت حضرتك شايفه ان المساله هي حاله مطمئنه وحاله طبيعيه، طالما الحركه دي هي تعتبر طالما ارتدادات وهبوطات طبيعيه. في ايجيك 70 كده كده هو اتجاه صاعد، يعني كونه هو يعني اكن حاجه طالعه لفوق، فكونها وقفت ريحي السلمه سلمتين مش ده اللي هيخليني اطلع اجري طالما انا عيني على ربح او على هدف اعلى. والمطمئن الصندوق السيادي وال 20 مليار اللي رصدها السيد رئيس الجمهوريه هي بتضمن عمليه الدعم انت. تمام. طيب خلينا بقى ننتقل للقطاعات ونتكلم عنها. يعني بعض المحللين شايفين ان قطاع الاتصالات هو شاهد رواج على مدار فتره الاجراءات الاحترازيه لوباء كورونا ونتيجه بيع اونلاين، وده قطاع واعد. البعض اخر شايف قطاع السياحه هو قطاع واعد مع حاله بدايه حاله ازمه كورونا. ايضا قطاع العقارات احنا على موعد تسليمات يعني حسب الجداول لكثير من الشركات رغم ظروف كورونا. يعني اي قطاعات من وجهه نظرك ممكن تكون امنه اكتر للمستثمر الفرد؟ مستثمر المضارب هو صاحب مخاطره هو بيتحمل نتيجتها. يعني احنا خلينا نقول برضو هنرجع ونقول قطاع الادويه اول حاجه. أدوية. حتى لو هو بيريح على مستوى اسبوع او شهر فهو النتيجه او النهايه هو في نهايه الربع هيقول لك ان هو عامل ارباح قويه جدا. تمام. والاغذيه بعدها هنقول الاتصالات برضو، لان دلوقتي في ظل كورونا كله بيبقى كل التسويق وكل الشغل وكل المتاجره عن طريق كل والاتصالات عن طريق الـ 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 الشركات دي.
تمام. فده يعتبر هم يعتبر اقوى قطاعين. بعدها انا هقول برضو الاغذيه، لان الاغذيه هي سلعه اساسيه ما فيش حد يقدر يستغنى عنها. بالعكس احنا ابتدينا نصدر لبره وابتدينا نتوسع في المجالات ديت بما فيها الزراعه طبعا وقطاع الحليج، يعني هو بيضم الاثنين. طبعا بعد كده هنقدر نقول قطاع العقارات، لان هو ابتدى عليه الفكر ان السيسي ابتدى ان هو يدعم المشروع اكتر ويزود قطاع الاسكان، وده يفك الركود. بس احنا ما لحقناش لسه القطاع يطلع وابتدى السوق يهدي شويه، لكن برضو اعتقد اللي هيخش بقى معانا جديد الفتره الجايه طبعا قطاع السياحه، بما ان السياحه ابتدت ترجع تشتغل تاني والطيران وكده. بس طب في اسئله كتير من الاسهم والافراد عن بعض الاسهم لم تتحرك حتى مع في الفتره السابقه مع صعود مؤشر السبعيني، هي لا تزال في مكانها، وايضا بعض الاسهم مع المؤشر التلاتيني. مصير الاسهم دي ايه؟ هي واقفه في مناطق يعني تعتبر مناطق هبوطها، يعني هل هي بتحتاج الى سيوله ام هي في ظل تجميع وحال بقى تشبع بيع عشان تبدا تتحرك؟ هو احنا خلينا نقول يعني كل الناس زعلانه ليه القيمه الماليه او الدفتريه ما بتعملش نفس التارجت اللي المفروض يتعمل في الاسهم. يعني تلاقي اسهم ذات قيمه ماليه قويه جدا والاسهم ما طلعتش، واسهم تانية هي مش في القوه الماليه ديت او لكن بتطير بتحرك لكن بتطير. لا هو هنرجع ونقول برضو الموضوع هو قايم على الطلب والعرض. حضرتك قابل انك تشتري وانا قابله ان انا ابيع بسعر اعلى، حضرتك عايز تشتري بسعر اعلى، فالحاجه مستمره وده قائم على كميه السيوله. هي توقيت بقى انت بتتوجه ان انت تشوف السيوله داخله في انهي قطاع. طيب في ثواني توقع حضرتك جلسه بكره ان شاء الله. اتوقع ان احنا يعني اشوف ان ايجيك 70 هيبتدي ينفصل عن جي اكس 30 شويه، واعتقد ان جي اكس 30 لسه هيبقى فيه اتجاه عرضي او هبوط مع تجميع شويه. استاذ دينا صبحي خبير اسواق المال، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتينا، وان شاء الله يعني نتمنى عوده البورصه قوتها ومكانتها. اكيد ده مساله وقت، كله هيطلع باذن الله. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهايه حلقه اليوم برنامج مؤشر النيل، نشكركم على المتابعه والى لقاء حلقه غد فريق عمل جديد.